استاذ اسامه، نحن اليوم بحفل افتتاح او اطلاق البوم موسيقي لعمر الرحباني. هو اول البوم فعليا هو بيطلقه بشكل رسمي؟ بس ثاني البوم. اوكي. قد ايه هيدي الكنيه بتحمله مسؤوليه وقد ايه انت داعمه وبنفس الوقت هاي الشهاده مجروحه فيه؟ اول شيء هذا ثاني البوم لعمر، اول البوم بتصور اطلقه بال 2016 اذا مش غلطان. كان البوم كثير رائع ومتنوع وعنده عمق افكاره اللي بيحب يقولها. هلا عنده الكونسيرتو اللي حضرناه قبل وقدمه قبل كان وسجله، وهي مخاطره كثير كبيره لعمر بهالوضع، وما في الا محي احلامه وافكاره، لانه حدا مثله عنده هالموهبه الكبيره وعم يجرب يوصل كل افكاره نهار اللي ما في حدا يتبنيها او يتلقفها، وخصوصا على جميع الاصعده، يعني بقول اعلاميا تلفزيونيا. ما بيكفي الانسان انه بس تنشر له خبر، لا بل انه تلعب موسيقى الاشياء الناس توصليها اكثر، ولو عندها مرات بعد مختلف عن اللي بيتوقعوه. ما في الا محيي لانه عم يخاطر وعم يقول، خليني اقول هذا واحد من هالقبيل اللي مثلنا نحن عم بيقاتله، وللاسف اعطيناه طريق صعب وهو ماشي فيها وعم بيقاتل فيها بشكل رائع. معروف عنك انك محايد برايك بغض النظر اذا كان الشخص بيقربك او لا، قد ايه كنت محايد بانك تعطي رايك بكل شيء عم يعمله عمر؟ هي شغله موجوده عندنا نحن، نوع من القساوي الموجوده عندنا، تربينا عليها ومنربيهم عليها نفس الوقت، لانه لهيك لازم واحد يكون. هاي الشغلات دائما بنناقشها مع بعض كثير، وما بحياتنا بنخذل حدا يعني، وما بحياتنا بنساوم مع النقطه، لهالسبب ملاحظات بتنعطى دائما موجوده. بس الشغل المعمول شغل رائع. شفنا هبه بديو عالمي من فتره قصيره، قد ايه كانت هيدي الخطوه كبيره وشو ممكن يكون بعد شيء اكبر؟ هلا طبيعي اول شيء هبه خطوه هال قطعتها من قبل، يعني بدايه بالشغل اللي نعملهن بالهو بهي شغله بتقلى بصوت السبيسيال المميز كثير بالعالم العربي واللي عم تتخطى فيه كثير حواجز. وطبعا هي بطله نوتردام، هي اهم مسرحيه فرانكوفونيه، ما خلت مسرح بالعالم ما اشتغلت عليه، واللي كنا نحلم نشتغل فيهم كان بنيويورك او بويست اند بلندن او بكرملين او وين ما بدك عدد، يعني غير انه المسارح العربيه معنا. والهديو كانت خليني اقول واصلة يعني بدأ توصل. وأكيد بالشغل كمان مرات مع جوزة إبراهيم معلوف الموسيقار العالمي، كمان بالشغل مرات معه أو مرات نحن، يعني نحن كمان شغلنا كتير عالمي. في قلك أنه اللي جاي بعد كمان أكتر الله راد بالشغل وبال، ما بدي أنسى أنه هلأ مضيت مع مانجمنت سال أند كو، يعني مع وسيم سلايبي يلي هو من أهم المانجرز بالعالم والمنتجين، مع يونيفرسال أرابيك ميوزك أمريكا، واللي عامل شغل رائع مع ويكند ومع دوجا كات ومع مليون حدا بالعالم، يعني فيه يقول، وهي شغلة كتير بتعطي بوش كتير كبير. شو هلا المشاريع الجديدة لهبة؟ هلا كنا ما في شك انه نحن الغينا، خليني اقول اكتر الكونسرت شو بسبب حملها لهبة، كان عندها عدة كمية كبيرة من الكونسرت والالتزامات، للأسف مرات إن شاء الله هلأ بخلصها بالسلامة وبعدين نرجع نستعيد كل هالأمور. صورنا كليبين، واحد من سنة وواحد من شي ثلاثة أشهر، إن الله راد رح ينزلوا قريبا من الألبوم الجديد. الألبوم عنده بعد إقليمي وعالمي وفي تعاون مع كتير ناس من برا، وإن الله راد كمان في حفلات جاية على صعيد كبير بالعالم العربي وهون بركي، وعم نحضر مسرحيتنا يعني ان شاء الله تزبط نفرتيتي وبسبب الاوضاع كمان. عمر الرحباني اول شيء مبروك، نحن نطرنا نعمل معك الانترفيو بعد ما نحضر كل شيء لنبارك لك على رواق. شكرا كلك ذوق، شكرا لحضوركم. حكيت انه الالبوم اخذ معك وقت طويل جدا، وتكون من قصص هنديه برازيليه وحرصت انه يكون في لمسه شرقيه. قد ايه بعدك مآمن انه هيدول المعزوفات رح يضلوا ينسمعوا بعصر انت حكيت كمان قد ايه في التيك توك وهيدول القصص اللي دارجه؟ اكيد في شغل كتير لازم ينعمل حتى هالنوع من المقطوعات ترجع تنسمع، علما انه بعرف اليوم العصر سريع كتير، وبوقت المقطوعات القصيره هي اللي رائجه وين ما كان، بس ما بيمنع انه في جيل حابب يسمع شيء جديد. ومثل ما قلت انه يلي بينقال بغنية طولها دقيقتين ما بينقال بغنية مقطوعة طولها نص ساعة، كل واحدة شيء. بتصور هاي كمان مبادرة جديدة حتى الأجيال الجديدة تسمع شيء جديد، وعلى أمل انه هيك
تقدر شو عم نحاول نقول ونقدم. العائلة أو الكنية هي لحالها بتحمل مسؤولية. قدي أنت حامل مسؤولية وقدي عم بتحاول أنه أنت تكون هويتك لإلك شوي بعيدة أو منفردة؟ ما في شك في مسؤولية كتير كبيرة إذا بتجي بتفكر أنه عندك جيل أول اللي هو خالق هالحلم وجيل تاني مكفي، شو بعد بدو ينقال؟ بس أكيد بشتغل بغض النظر كل هالشي، وبحاول شق طريقة من دون ما أتوقف عند أسلافي واللي سبقوني. قلت أنه أنتو بالشركة هلأ اللي أسستوها البرودكشن حترجعوا تعملوا مسرحيات وهيك قصص، حيرجع مسرح الرحابنة مثل ما كان؟ المسرح مثل ما كان ما في يجاوبك على هالموضوع، بس اللي بقول لك هي أنه أنا وكريم عنا هدف من أهدافنا أنه نرجع نعيد المسرح والسينما بإطار أعمال شاملة بتشمل الموسيقى، الغناء، الرقص والمسرح والسينما. سؤال أخير، نحن كتلفزيون سوري ممكن يوم من الأيام نشوفك بتعمل حفل بسوريا؟ أكيد، ليش لا؟ بالعكس أنا بيشرفني أكون وأقدم موسيقى بكل أنحاء العالم. كريم نرحب فيك بالأول. هلأ سألته لعمر عن الشركة اللي أسستوها أنت وياه شراكة، وهو كان قال بكلمته أنه حنرجع المسرح، فأنا سألته سؤال غليظ شوي أنه ممكن يرجع مسرح الرحابنة مثل ما كان لسابقة؟ هدول عالم دغري حتحط هيدا الاحتمال. أول شيء شكراً لنا تي في وللتغطية. صراحة مزبوط مثل ما قال عمر أنه بدنا نجرب أن نرجع المسرح، بس مثل ما بتعرفي الحياة تقدمت والمسرح طريقة المسرح اختلفت، فأكيد نحن إذا بدنا نرجع نفوت بالمسرح بدنا نفوت بطريقة معاصرة. هيدي شغلة يعني، وقردي عمر برأيي جريء كتير، يعني بحسه وقت مجنون أنه يعمل هيك عمل 30 دقيقة وين صارت الغنية بدقيقة مثل ما قال تيك توك. فنحن عبالنا نرجع الفن اللي نحن منحبه ونحن منشبهه بطريقة متطورة. فرحباني 3.0 شركتنا هي رح تكون معنية بأكيد الحفلات الموسيقية، بالمسرح، بالسينما كون أنا مخرج، وأكيد هلأ بالسريات المسلسلات. في شيء هلأ عم بيتحضر له؟ صراحة نعم، في شيء عم بيتحضر له، في 3 مشاريع مع بعض. في عنا فيلم غنائي ميوزيكل، نحن عم نشتغله مع شركات إنتاج كبيرة كتير لبنانية بفضل ما هلأ نعلن عنها، وفي مسرحية كمان لعمر عم نشتغل عليها، وفي أفلام الخاصة كمان عم بيشتغل عليهم. مسرحية عمر حتكون موسيقية أيضا صح؟ أكيد نعم. هو إذا بدك it's a new concept، رح يكون يعني المسرحية مختلفة، منا مسرحية المعترف فيها. قد ايه اسم عائلة الرحباني عم بحملكم مسؤولية، وقد ايه عم بتكونوا منمطين انه انتو من بيت الرحباني فهو بالأساس حيكون الاسم للي سبقوكم؟ هلا ما في شك حمل كتير كبير انك انت خلقت بعائلة الرحباني، يعني بتعرف الواحد مش هو بيقرر وين بده يخلق بأي عائلة. فأنا بالنسبة لي هيدا سيف ذو حدين، لأنه بمحل أنت حتى لو بدك تعمل شيء جديد دائما في الاسم وراك، يعني أنت العالم دغري بيشبهوك لحدا، ويعني كل واحد عنده هويته الخاصة. أما أنك تكوني من هالعائلة هيدا شرف كتير كبير، لأنه عندك حواليك كلهم فنانين، حواليك عندك كذا أنماط مختلفة، فبعتقد هي يعني بتتأرجح بين الاثنين. سألته لأستاذ أسامة قد ايه هو عم بيكون محايد أنه يعطيكم آراءه بأعمالكم، قال لي أنا حدا كتير قاسي وكل العالم بتعرف هيك مع العالم الغريبة، كيف مع أهل بيته؟ قد ايه صارم معكم؟ صراحة ما في شك أنه عمي، يعني نحن كل بيت الرحباني كتير قاسيين، بس أنا وعمي في عنا شغل كتير نتوافق عليها اللي هي الأكل. يعني بالنسبة لنا منتفق كتير على الأكل اللي هو الفن العظيم، والقصص الثانية مثل ما قال يعني نحن كلنا كتير قاسيين بحق بعض، فهذا الشيء منيح لكلنا نتطور.